اخرى. حبايبنا مشاهدينا ومتابعين قناه مهندس بس الاداره، صباحكم فل، صباحكم خير. انا جايب لك النهارده حاجه جديده، انا عملت لك الفلتر المرحله. بس قبل ما اقول اي حاجه انا عايزك تدعي لي، عايزك تدعي لي دعوه قبل اي كلام وقبل لايك وقبل شير، عايزك تدعي لي دعوه حلوه. انا عملت لك الفلتر المرحله والمرحلتين والثلاث مراحل والاربع مراحل، انا جايب لك النهارده حاجه دمار، فلتر ثمان مراحل. واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمان مراحل. ثمان مراحل يعني لو أنت زارع 40 فدان 30 فدان 20 فدان بإذن الله هترويه. أنا قلت لك قبل كده أزرع، الزراعة حياة، أزرع الزراعة حياة. الفلتر ثمان مراحل يروي لك 40 فدان، يعني لو عندك خراطيم جي آر الفلتر بتاعنا بيحاول إن هو يحافظ لك عليها من الشوائب والكلام ده. قلت له غليون غليون الفلاتر ان شاء الله راح تبع السيسي، السيسي حبيبنا كلنا. فلتر ثمان مراحل مزود، مزود معانا النهارده. باول حاجه العداد، العداد دوت بيوريك ان انت بعد ما الثمان فلاتر دول بيتملوا ميه بيبدا يقول لك الضغط الوقت مليان على 60 بار 80 بار 100 بار 120 بار، العداد ده لحد 220 بار. معانا حاجة تانية، عامل لك محبس أمان. محبس الأمان دوت لما العدادات لما الفلاتر دي كلها بتتملى مية مع ضغط المية ممكن يكسر الشمعة دي، فهو هنا بيعمل زلنا مع السوستة ديت بحيث إن هو يحافظ لك على الشمعة، ما يخليش الشمعة يتكسر يطلع لك الهواء. حاجة تالتة، عامل لك محبس تلاتة بوصة للغسيل. طبعا دول تمن مراحل، لما الثمان مراحل دولت بعد اسبوع ولا حاجه عاوز يغسل هيقوم حاطط الشمع، غسل الشمع بتاعه واحده واحده ومفتح المحبس غسل شمعه وغسل فلاتره ومصفي وقفل محبسه تاني، مش مخلي نفسك في اي حاجه. محبس امان موجود، محبس هواء موجود، محبس للغسيل موجود، عداد موجود، شغل فاخر من الاخر يا خال. طبعا احنا فتحنا قبل كده معاكم الشمع من جوه، عملتوا منظر الشمعة، الشمعة الرتيلة هي ده منظر الشمعة، ده منظر الشمعة بالغلاف الخارجي. الشمعة دي بلدي، عندنا حاجة استلس، في حاجة استلس موجودة موجودة موجودة، بس احنا شغالين بالبلد اللي هي البلاستيك اللي رخيصة وبرضك الزبون ما يستحملش سعر الشمعة اللي استلس. لو عايز الشمعة اللي استلس موجود، كل حاجة موجودة. بنشكر كل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا، مستنيين تعليقاتكم ومستنيين دعواتكم. اشكركم، سلام.